بسم الاب والابن والروح القدس لان واحد امين. نتامل من مائده الرب المقدسه في هذا الصباح المبارك، في زمن استعدادنا للقيامه، في زمن الصوم. اود اليوم ان اكمل مع حضراتكم تكمله للعظه اللي فاتت، الجزء الثاني للقديس يوسف، حيث احتفلت الكنيسة والعالم أجمع يوم 19 مارس الماضي بعيد القديس يوسف، وبنعيد كل الأشخاص اللي عيدهم القديس يوسف، اسمهم القديس يوسف، وكل الكنائس اللي شفيعها واسم الكنائس باسم القديس يوسف. وأنا من هذا المكان في هذا الصباح بحيي كنيستي السابقة في مصر بسوهاج عرب إخواج القديس يوسف، كنت راعي فيها 13 سنة لرعية اسمها القديس يوسف، وهو الوحيدة في سوهاج بهذا الاسم. تأملنا الأحد الماضي في الجزء الأول من القديس يوسف، وقررنا بين الأسرة الأولى في العهد القديم أي في التاريخ، أسرة آدم، وقررنا بينها الأسرة الأولى في العهد الجديد، أسرة القديس يوسف أي العائلة المقدسة، أسرة أعطت لنا البلية والخطية والضعف والحرمان من محضر الرب ووجود الرب، وأسرة أعطت لنا الخلاص من خلال الثمرة، أسرة انجذبت لثمرة الخطية وأسرة انجذبت لثمرة الخلاص. فكان جدير القديس يوسف أن يربي الابن الكلمة. اليوم سنقارن شخصية القديس يوسف مع يوسف اللي بنسميه يوسف الصديق في العهد القديم. دايما في بعض الشخصيات تقارن ما بين العهد القديم والعهد الجديد، هناك شخصية تكون لها امتداد من العهد القديم سيكون لها مثيل في العهد الجديد، كأنه الصورة والظل لها، زي شخصية النهاردة يوسف المصري أو يوسف اللي عاش في مصر، ويوسف الناصري، يوسف الذي عاش في الناصرة. هناك مقارنة سريعة بينهما. يوسف القديس يوسف هو رمز كمان ليوسف الصديق، ويوسف الصديق هو كان رمز ليوسف القديس. سأتناول الاثنين اسمهم يوسف، ما التشابه بينهما؟ سأتناول مع حضراتكم بعض الصفات التشابه، لهم صفات عديدة ولكن سأتناول بعض منها، لا أستطيع أن أوفيهم جميعا. الاثنين اشتركوا في اسم يوسف، كيف يتوافق وتتوافق حياة يوسف المصري مع حياة يوسف الناصري؟ في أوجه التشابه بين يوسف القديم ويوسف الجديد، يوسف المصري ويوسف الناصري، سنتناول جزء منها. الجزء الأول رقم واحد، التشابه الأول إن الاثنين كان ليهم اسم، اسم يوسف، ثم الاثنين اسم الأب ليهم يعقوب، يعني يوسف في العهد القديم والده اسمه يعقوب، ويوسف الصديق أيضا والده اسمه يعقوب، الاثنين اشتركوا في هذا الاسم. إذا رأينا من العهد القديم سنرى الاثنين جايين من نسل إبراهيم،
يوسف الصديق جه من نسل إبراهيم، وأيضا يوسف القديس من نسل إبراهيم. فإبراهيم عندما تزوج سارة أنجب إسحاق، وإسحاق عندما تزوج برفقة أنجب يعقوب. وهنا ده الأب اللي ينجب يوسف من رحيل. وبالتالي عندنا يوسف انحدر من يعقوب، ويعقوب ينحدر من إبراهيم الجد الأكبر، أي بيسموه في العهد القديم البطريرك. في أباء العهد القديم بيسموهم الآباء البطاركة أو الآباء الأوليين، فإبراهيم من البطاركة، منهم إسحاق ويعقوب، ومنهم يوسف يعتبر من أصغر البطاركة الموجودين. أيضا سنرى بأن القديس يوسف يقول لنا النص الكتابي، عندنا نصين عن القديس يوسف في لوقا وفي متى في نسب يسوع. يوسف جاي من متان، ومتان ولد يعقوب، يبقى ده يعقوب اللي جاي منه يوسف القديس. ويعقوب ولد يوسف رجل مريم التي ولد منها يسوع. ده باللي في إنجيل متى الإصحاح الأول يقول لنا النص، ومتان ولد يعقوب ويعقوب ولد يوسف رجل مريم التي ولد منها يسوع الذي يدعى المسيح. إذن الاثنين اشتركوا في الاسم الشخصي يوسف، واشتركوا في اسم الأب. الصفة الثانية أو التشابه الثاني بين يوسف المصري ويوسف الناصري أن الاثنين من سلالة ملكية، الاثنين من أصل ملوكي، وهم يتبعوا داود، ثم بعد ما بيتبعوا داود بلاقيهم من أصل مين؟ إبراهيم. إذا فحصنا في العهد القديم نجد أن اشتراكهم في الأب يعقوب، ولكن في الآخر من داود، ومن داود بالله في الآخر خالص من إبراهيم. فيوسف من أصل ملوكي، يوسف في العهد القديم ويوسف في العهد الجديد من أصل ملوكي. التشابه الثالث هو بأن الاثنين رحلوا وتركوا بيتهم وأرضهم وذهبوا إلى مصر. الاثنين راحوا مصر. يوسف بنشوفه في العهد القديم تم بيعه وكان أصبح عبد، وأخذوا المجموعة اللي اشترته وخدته إلى مصر. يوسف القديس العهد الجديد هرب إلى مصر مع العائلة خوفا من غضب هيرودس والقتل. وبالتالي بأن الاثنين ذهبوا إلى مصر، الاثنين أجبروا أن يذهبوا إلى مصر. إذن دي صفة تانية مشتركة بينهما. التشابه الرابع بين يوسف العهد القديم والقديس يوسف إن الاثنين كان عندهم موضوع الأحلام مشترك. في قصة يوسف الصديق أو العهد القديم اشتهر بتفسيره للحلم. لما راح مصر وكان فرعون فانذاك بيحلم حلم كبير، واللي كانوا معاه في السجن عرفوا بأنه الملك أو فرعون عنده حلم، والحلم الكبير على أنه هيكون في موضوع الفرعون والخباز والخادم. مش ندورنا نحكي عن الحلم نفسه، ولكن كانت ميزة يوسف أنه فسر هذا الحلم. القديس يوسف هو رأى حلم، وهو هذا الحلم مع القديس يوسف أنه بيقول له الملاك لا تخف يا يوسف،
خذ امرأتك مريم واذهب بها. كان في حلم يوسف أربع أفكار، ولكن يوسف تعلم قراءة، القديس يوسف تعلم قراءة الحلم، يعني إرادة الله. هنا في يوسف العهد القديم فسر الحلم على إرادة الله لفرعون، ويوسف في العهد الجديد قرأ الحلم على إرادة الله، بأنه النقطة الأولى في حلم القديس يوسف بأنه بيقول له لا تخف يا يوسف، الحاجة الثانية بيقول له اهرب إلى مصر، النقطة الثالثة في الحلم فذهب يوسف ورجع مرة تاني إلى فلسطين أو أورشليم، ثم النقطة الرابعة في الحلم خد النصيحة ورجع للناصرة. فبالتالي يوسف عاش إرادة الله من خلال الحلم اللي غير تاريخ حياته، ويوسف الصديق أيضا الحلم اللي غير حياته وخرج من السجن وأصبح فيما بعد وزير، وكأن وزير المالية في مصر. وبالتالي الاثنين الحلم غير حياتهم، واحد أصبح وزير والثاني أصبح أب للكلمة أو للابن يسوع. التشابه الخامس بين يوسف المصري ويوسف الناصري إن الاثنين أصبحوا كأنهم حكام في بيت الملك ويدرون ممتلكات بيت الملك. بالله يوسف بالرجل الأول في مصر الذي له الحكم في كل شيء، يدير المملكة الحسابات وكل حاجة تحت الحاكم، بيشتغل عند الحاكم في مصر أو فرعون. ويوسف القديس في العهد الجديد كمان في بيت الملك، أب للملك السماوي يدير هذا الكون، الأب السماوي من خلال الابن يدير هذا الكون. وبالتالي أصبح يوسف من ضمن العائلة اللي موجودة في بيت الملك اللي بيدير الكون والخلاص. تشابه سادس بينهما، الاثنين اشتركوا في الطهارة والعفة. في يوسف المصري هرب من زوجة فوتفار وتزرع بالفضيلة، ويوسف القديس خطيب مريم العذراء تزرع بالعفة وعاش عفيف، أي لم يلمس مريم العذراء، وما زال هو أكثر رجل نقى وعفة على وجه الأرض. فأصبح يوسف صفته يوسف البتول، وبيتاخد كشفيع لكل المتبتلين في الكنيسة. يوسف الصديق الذي هرب من الخطية حتى يكون أمام الرب، والقديس يوسف أصبح البتول بالرغم أنه في العرف المجتمعي كأنه متزوج من مريم العذراء. التشابه السابع بين يوسف القديم والجديد، الاثنين عاشوا الفقر. عندنا يوسف الصديق في العهد القديم طرد من بيت أبيه من خلال حقد إخواته، بالرغم أن كان أبوه عطاله يعقوب القميص الملون اللي جلب له الغيرة من إخواته، وبيع كعبد، والعبد دايما بيكون فقير لا يمتلك شيء. عاش فترة كبيرة كمان في السجن يوسف، فبالتالي أصبح شخصا فقيرا جدا، فيما بعد تغير حاله. وعندنا القديس يوسف بيقول لنا النص أنه هو عاش نجار، إنسان بسيط عادي، كان معروف أنه صنعة عادية بسيطة تعيش الأسرة، ولكن لم يكن ثري. الاثنين عاشوا في صفة الفقر المشتركة. صفة التامنة، التشابه بالاثنين إن إحنا الاثنين نقدر نروح لهم في وقت الحاجة،
لما نكون عندنا احتياج شديد وصعوبات شديدة نذهب إليهما، زي ما حصل في قصة يوسف الصديق إخواته لما حصلت مجاعة في الأرض والعالم كله، ذهبوا إلى مصر لأن كانت النصيحة أن يخزنوا الغلال لمدة 7 سنين بسبب الحلم ده بأنه حيكون في مجاعة، وبالتالي كانت أسرته الحقيقية ذهبت أن تأخذ منه ما يشبعهم ويعيشوا به، ومش بس أسرته، كانت كل البلاد المجاورة ذهبت تأخذ من خير يوسف. القديس يوسف ماذا نذهب إليه؟ بنذهب إليه من خلال احتياجاتنا كأب للعائلة المقدسة في وقت الصعوبات، في وقت الآلام، في وقت لما نكون جعانين روحيا، حيث نذهب إلى الابن من خلاله أيضا، الابن اللي هو أصبح يقول أنا الخبز الحقيقي، الخبز الذي يشبع، الحياة التي تروي من خلال الابن. يوسف رب الابن الذي أشبع العالم كله من خلال حياة يسوع المسيح وجسده، أيضا هو شفيع للكهنة المتألمين وللعلمانين، أيضا بيذهبوا له في وقت الحاجة لما بيمروا بصعوبات وطوارئ. وبالتالي من الصفات المشتركة بين الشخصيتين من ظلال العهد القديم وبشخصية العهد الجديد، نكتشف أن الله بيحيطنا في العهد القديم والعهد الجديد، يعني الكون كله بشخصيتين. نموذج في العهد القديم عطى خير كتير لشعب العهد القديم، وأيضا عطى خير كتير لشعب العهد الجديد، أي للكون كله بكل حقبات التاريخية القديم والجديد. النهاردة مع شفيعنا القديس يوسف، وخاصة بعيده اللي كان 19 مارس، عايزين نحيي فكرة تقويات القديس يوسف. اندثرت في كنائسنا تقويات القديس يوسف. العيد اللي أعاده البابا فرانسيس بأنه جعل السنة دي سنة القديس يوسف وسنة الأسرة، إن كل الكنائس عليها أن من حين لآخر تتأمل في حياة القديس يوسف، وناخذ من صفاته من خصاله، ونحيي حياتنا على ضوء العائلة المقدسة. الله أعطى للأسر وللكنيسة وللعالم نموذج لأسرة صالحة غيرت سلبيات الأسرة القديمة التي كانت في العهد القديم، أسرة آدم وحواء، وأعطانا نموذج قوي جدا يحتذى به في كنائسنا، في مجتمعاتنا، في بيوتنا. فبالتالي حتى النهاردة بمناسبة عيد الأم في مصر 21 مارس، على الأسرة أن تأخذ شفيعها القديس يوسف ومريم العذراء، وتتمسك بالثمرة يسوع كما تمسك القديس يوسف. فالنهاردة على الكنيسة أن تعيش هذه التقويات والأخويات والصلوات اللي بقول اندثرت في كنائسنا، ولكن كانت الحاجات دي ربت أجيال كتيرة وخلت في بيوتنا ناس قديسين بسبب التشبه بقديسين العهد القديم والعهد الجديد. وكل سنة وحضراتكم طيبين، ولإلهنا المجد الدائم إلى الأبد، أمين.